السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير، كل سنة وانتم طيبين. احنا ان شاء الله كده داخلين على المدارس، حبيت اعمل معاكم العيش الفينو. هنعمله النهاردة بطريقة اقتصادية جدا، مش مكلفة خالص، من غير لبن، من غير بيض، من غير زبدة، هو شوية دقيق ومية وخميرة، وهنطلع احلى عيش فينو ما شاء الله، احلى من اللي بتشتريه من المخابز. النتيجة بتاعته حلوة قوي زي ما انتم شايفين. الفيديو فيه كل التفاصيل، تفاصيل التسوية وتفاصيل العجن وكل حاجة. كملوا بس يا ريت الفيديو معايا كده للآخر عشان فيه تفاصيل كتير. ما شاء الله عملت كيلو بس من الدقيق، طلع معايا كمية حلوة جدا من العيش زي ما انتوا شايفين. دول تقريبا 30 رغيف الحجم الوسط، ولو هتعمليه حجم اصغر من كده كمان هيطلع معاكي عدد اكتر من كده، يعني ممكن يطلع معاكي من 40 ل 50 رغيف على حسب الحجم اللي انت هتعمليه. هو الحجم اللي انا عملته ده طلع معايا تقريبا 30 رغيف. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونبدا على طول مع بعض. في بوله عندي هنا دول كوبايتين من الميه، الميه يدوب كده دافيه، طبعا الجو حر، ممكن تستخدمي ميه من الحنفيه عادي، بس انا هنا كنت دفيت الميه شويه. باكت من الخميره الفوريه ده دريم، هنزل كده بالخميره على الميه، وهنا دول حوالي 5 معالق من السكر، معلقة الأكل 5 معالق من السكر، وكمية السكر مش كتير، ما تقلقيش كمية السكر مظبوطة جدا، هتخلي اللقمة معاكي كده طعمها حلو، مش هتبقى مسكرة ولا حاجة، بس هتبقى طعمها حلو. قلبي بقى، دوبي السكر كويس جدا مع المية مع الخميرة، أهم حاجة تأكدي ان السكر ده كويس. هنزل كمان هنا بنص كوباية من الزيت، الزيت اللي عندك اي نوع زيت انت بتستخدميه، مش شرط نوع معين، مش هتفرق. انا هنا مستخدمة الزيت بتاع التموين عادي، فمش هتفرق اي نوع زيت عندك استخدميه. قلب كله كده مع بعضه. ده كيلو من الدقيق، الدقيق بتاعي متعدد الاستخدامات، كل ما كان الدقيق بتاعك يكون حلو وفيه عرق حلو، كل ما هيدي نتيجة معاكي طبعا كويسة. هاخد كده بمعلقة الاكل الكبيرة، هاخد حوالي 5 معالق كده كبار من الدقيق، وهقلبهم في المكونات اللي عندي كلها، الزيت مع الميه مع الخميره مع السكر، كله كده مع بعضه كده. الخطوه دي مهمه جدا، انت كده بتعملي محسن طبيعي للخبز بتاعك. قلبي كده كله مع بعضه كويس، وهتغطيها باي حاجه واركنيها بس كده على الرخامه بتاعتك حوالي 10 دقائق لحد ايه ما الخميره تتفاعل معاكي. 10 دقائق بس مش اكتر، وبتتفاعل معاكي وبتقدري تكملي على طول شغل. انا غطيتها كده بطبق وسبتها كده بس حوالي 10 دقائق. هنا تقريبا بعد 10 دقائق شايفين الخميرة بقت عاملة ازاي، ما شاء الله الخميرة تفاعلت معايا. هحط بس معلقة كمان من الخل، معلقة خل ابيض، معلقة كبيرة كده من الخل، وبرضو الخل كويس جدا بيخلي لون العجين فاتح معاكي، وبرضو هو محسن حلو قوي للعيش بتاعك. انا هشتغل في العجان، هحطه كله على بعضه كده في العجان، ما تقلقيش كمية السوائل اللي عندك تقريبا هتبقى على قد كمية الدقيق، ممكن تحتاجي معلقة او معلقتين، انا احتاجت معلقتين ثلاثة من المية كمان، زودتهم بعد كده. انا هنا هعجن بالعجان، لو هتعجن على ايدك مفيش مشكلة، هي العجينة سهلة جدا مفيش فيها حاجة، وكيلو الدقيق مش كتير ان انت تعجنيه على ايدك، مش هياخد منك اي وقت، بس انا للاسف ما عدتش بقدر اعجن على ايدي فبستخدم العجان على طول. ببدا اعجن كده لحد ما العجينه تلم معايا، زي ما انتم شايفين العجينه حسيت ان هي ناشفه معايا شويه، محتاجه شويه من الميه، فهبدا انزل بمعلقه معلقه كده من الميه، ما تزوديش ميه كتير مره واحده عشان ما تحتاجيش ان انت تحطي دقيق تاني. بصوا بنزل كده حاجه بسيطه خالص من ميه، يعني يمكن كل اللي انا استخدمته فوق الكوبايتين حوالي معلقتين او ثلاثه بالكتير من الميه، مش اكتر من كده، حاجه بسيطه خالص اللي بزودها لحد ما العجينه بس تلم معايا زي ما انتم شايفين كده. ببدا طبعا في العجان، لو بتعجني بالعجان ابداي كده بالسرعه على اول سرعه، لما تلم معاكي كده بزودي السرعه شويه. هي تقريبا اخدت مني حوالي 10 دقايق عجن بالعجان. انا بحب اعجن العجين كويس جدا، كل ما تخدمي العجينه بتاعتك كويس جدا كل ما تديلك طبعا نتيجه كويسه.
هنا لمت معايا، بس لسه حسيت ان لسه لا، عايزه اتعجن شويه كمان، لسه ما عملتش عرق معايا. احس اعرف منين هي عملت عرق معايا واتخدمت كويس؟ لما العجينه كده تحس ان هي ما بتنزلش كده شبكه في الخطاف كده، ما بتنزلش بسهوله. بتريحي بس العجينه دقيقه او دقيقتين وترجعي تكملي عجني فيها تاني. لو بتعجني على ايدك اعملي نفس الخطوه بالظبط، اعجني العجينه شويه وبعد كده سيبيها ريحيها دقيقه او دقيقتين وارجعي عجنيها تاني. كده بتعملي عرق حلو للعجينه. بصوا هنا العجينه كده على الخطاف، شبكه كده في الخطاف كده، كده اعرفي ان العجينه اتعجنت معاكي كويس. لما تشديها كده تمط، تدي مطه كده، يبقى هي كده إيه، انت كده خدمتيها حلو والعجينه هتبقى ناجحه معاكي. شايفين الملمس بتاع العجينه ناعم جدا ما شاء الله. دهنه كده من الزيت في البوله، وبرده بدهن وش العجينه كده دهنه بسيطه خالص كده من الزيت، حاجه يعني كده مسحة بسيطة خالص كده، وبغطي عليه كده بالكيس وبسيبه كده حوالي 10 دقايق كمان لحد ما يخمر معايا. مش بسيبه كتير قوي، 10 دقايق بس، انا مش عايزة العجينة تخمر زيادة عن اللزوم لان كده كده لسه هتخمر كذا مرة. هبدأ بقى هنا كده اعمل الكور كده بتاعتي، او اقرص العجين كده على حسب طبعا الحجم اللي انا عايزاه. لو عايزة الرغيف صغير عن كده بتصغري طبعا التقطيعة بتاعتك، لو عايزاه اكبر من كده بتكبري التقطيعة بتاعتك. بس كده الحجم ده كان مناسب جدا كده، الرغيف متوسط لا صغير ولا كبير. وطبعا كل واحد على حسب احتياجاته، يعني انت لو عندك اطفال صغيرين وعايزة كده السندوتش يبقى صغير في ايدهم مش كبير، ممكن طبعا تصغري عن كده. ما شاء الله كمية العجين الكيلو الدقيق عمل معايا كمية كويسة جدا، تقريبا 30 رغيف بالحجم اللي انا عاملاه ده، كان تقريبا 30 رغيف. لو هتعمليه طبعا اصغر من كده ممكن يعمل معاكي 40 رغيف او 50 رغيف كمان، على حسب زي ما قلت التقطيعة بتاعتك. ما خدش اي حاجة خالص، مكوناته بسيطة جدا، كلها حاجات من البيت، يعني شوية الزيت انت جايباهم من البيت وشوية السكر، كل اللي هتشتريه تقريبا من بره هو كيلو الدقيق وكيس الخميرة. هكمل بقى باقي الكمية كلها اللي عندي بنفس الطريقة، بكور كده وبضغط عليها كده تاني وبلفها كده علشان برضو يعني اهبط الخمر بتاعها. هنا بعد ما خلصت الكمية كلها بغطيها طبعا كده بكيس، لازم تغطي العجين بتاعك على طول بكيس عشان الوش بتاعه كده ما ينشفش معاكي ويبقى مش حلو. انا هنا كده بفرد، فردت المفرش السيليكون بتاعي، افرد المفرش او على الرخامة عادي مش هتفرق، ادهنيها دهنة بسيطة خالص كده من الزيت وابدأي افردي. انا بفرد بايدي من غير نشابة ولا اي حاجة، وببدأ الف زي ما انتم شايفين. طريقة التشكيل سهلة جدا مفيش فيها اي حاجة، اهم حاجة تقفلي الرغيف كويس جدا. طبعا ما تفرديش على دقيق، بلاش تفردي على دقيق علشان العجينه ما تنشفش منك. افردي كده على زيت زي ما انا عامله، دهنه بسيطه خالص من الزيت، يعني برده ما تكتريش، ليه دوب كده بالفرشه كده، ودهنه بسيطه كأنك بتدهني صينيه كده. بصوا حاجه بسيطه خالص كده من الزيت، العجينه ما شاء الله ناجحه وبتتفرد معايا بكل سهوله زي ما انتم شايفين، مش محتاجه حاجه، يعني بايديا كده من غير نشابه بفردها بتتفرد معايا بكل سهوله. كل طبعا ما تريحي العجين بتاعك كل طبعا ما يبقى سهل معاكي في التشكيل. بصي بتلفي كده وبتضغطي، ولفي كويس واضغطي علشان يبقى الرغيف معاكي مظبوط. شايفين كده بتقفل بسهوله خالص، اهم حاجه قفليه كويس، وبعد ما تقفليه يعني ايه ابرميه كده برمه خفيفه كده، وحاولي تظبطي الشكل بتاعه عشان يبقى شكله حلو. هكمل بقى باقي الكمية كلها اللي عندي بنفس الطريقة، وانت بتفردي ما ترققيش برضو قوي، حاولي تخلي فيه سمك شوية في الرغيف عشان يبقى الرغيف ايه حلو معاكي. طبعا انا الرغيف اللي بخلصه بحطه على الصاج، عندي الصاج الالمونيا الالمونيا حلو قوي في التسوية، يعني انصحك ان انت تسوي على الالمونيا اي مخبوزات اي مخبوزات عندك هتعمليها سويها في الالمونيا، الالمونيا حلوة في التسوية. لو ما عندكيش الصاج اي صينيه عندك الومنيا سوي فيها. دهنه بسيطه خالص برضو كده، وبرص العيش زي ما انتم شايفين على الصاج، واكمل باقي الكميه بقى اللي عندي بنفس الطريقه. اهم حاجه خلي ايدك سريعه علشان العيش ما ياخدش وقت كتير منك وانت بتعمليه، فاللي انت عملتيه في الاول ياخد وقت زياده في التخمير. انا هنا كنت خلصت الكميه كلها، دي الكميه كلها ما شاء الله عملت الصاج الكبير ده، صاج كبير ما شاء الله مقاسه كبير،
رصيتهم كده زي ما انتم شايفين، وغطيتهم وسبتهم حوالي 10 دقايق او ربع ساعة لحد ما خمرهم، وبقى ما شاء الله حجم الرغيف كده تضاعف كده، يعني بقى يعني 3 مرات. مسحة كده بسيطة خالص من اللبن او شوية مية وسكر، ودهني كده الوش بتاع الرغيف بتاعك. لو مفيش عندك لبن مفيش مشكلة، ممكن شوية مية كده ودوبي فيهم معلقة سكر وادهني الوش. وانت بتدهني خلي ايدك خفيفة خالص عشان ما تهبطيش الخمر بتاع العيش. بعد حوالي ربع ساعة انا حطيته في الفرن، طبعا في الرف اللي في النص، وكنت مسخنة الفرن كويس جدا. اهم حاجة سخني الفرن كويس جدا، خلي كده الفرن يعني النار بتاعته تبقى حامية. حطيته في النص، حطيته في الشبكة في النص، ما حطيتوش تحت ولا حاجة، في النص على طول. قعد تقريبا ربع ساعة ما شغلتلوش شواية ولا حاجة، سخونية الفرن سوت العيش معايا من تحت ومن فوق كده زي ما انتوا شايفين، وتقريبا ربع ساعة مش اكتر من كده. وطبعا انت بتتابعي التسوية كل شوية كده بتفتحي لو الفرن بتاعك، طبعا على حسب تسويته. يعني انا بالنسبة لي بلف الصاج كده يعني من الناحية دي للناحية دي بعكسه عشان التسوية تبقى مظبوطة. بصوا ما شاء الله العيش من جوه عامل ازاي، ما شاء الله العيش خفيف، التسوية بتاعته مظبوطة جدا. الصاج بيخرج من الفرن، انا ما برشوش مية ولا بدهنه اي حاجة، مجرد بس ان انا بغطيه بالاكياس، كيس التلاجة عندي كده انا فتحها وبغطي الصاج كده بالاكياس كويس، وبروح حاطة فوطة فوق الاكياس، العيش كده يرد معاك كده ويبقى طري زي ما انتوا شايفين. شايفين احلى من اللي يجي، احلى من اللي بيجي من الفرن كمان، طعمه حلو جدا، حاجه كده نظيفه عاملاها بايدك في البيت لاولادك. طبعا مش عايزه اقول لك ريحه العجين في البيت اصلا يعني بيبقى حاجه تانية، وما شاء الله الكميه زي ما انتوا شايفين. تقدري بقى تحتفظي بيه في الفريزر، لو انت عامله كميه كبيره ممكن تعملي كيلو، ممكن تعملي 2 كيلو، العدد اللي انت عايزاه، الكميه اللي انت عايزاها عايزه تحتفظي بيه. بتجيبي اكياس ثلاجه او اي اكياس نظيفه عندك، بتعيني فيها الكميه على قد طبعا ما تستخدمي، وتحفظيها في الفريزر، ووقت ما تحبي تستخدمي بتطلعي بس العيش قبلها كده بحوالي نص ساعه ولا حاجه، هيفك معاكي ويبقى اكنه لسه معمول. بس اهم حاجه تعينيه على طول بعد التسويه، يعني بعد ما تسويه وتسيبيه يبرد تبداي تحتفظي بيه على طول. لو وصلت بقى معايا لحد هنا تنسيش تدعميني، واشتركتيش في قناتي لحد دلوقتي اتمنى ان انت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير الفيديو الجاي.